مع أواخر كل شهر تبدأ سلسلة الاحتجاجات من أجل رواتب الموظفين من مختلف القطاعات في عدن، وهذه المرة تجمع عسكريون محتجون وقطعوا الخط البحري ما عطل حركة السير. نحن من محافظة صعدة مدينة الملاحي، نحن من المنطقة الخامسة والسادسة، ما أعطوناش راتب. هؤلاء العسكريون من المنتسبين للمناطق العسكرية الخامسة والسادسة، لم تستدعهم قيادات الجيش حسب إفادتهم، ولم تسلم رواتبهم منذ 6 أشهر. ما طلبونا شو اللي احنا مستعدين حتى بدون راتب، لكن الآن خلونا همشونا تهميش. ما يزال ملف رواتب الموظفين من أكثر الملفات غموضا، ويعكس صورة غير مستقرة للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.